بسم الله الرحمن الرحيم. على عادة منطقة حولج الصحية في كل عام أنها تهيئ مراكزها الصحية لاستقبال شهر رمضان المبارك، فتعمل يوم توعوي صحي لتقديم النصائح والإرشادات الصحية لسكان المنطقة. في هذا العام مركز الشيخ ناصر بالتعاون مع لجنة تعزيز الصحة أقمنا اليوم أيضا يوم توعوي في الحقيقة لمساعدة الناس أو لتقديم النصائح والإرشادات للناس، وعمل أيضا بعض الفحوصات المجانية خاصة اللي متعلقة بالسكر وتنظيم وكيفية تنظيم السكر، وكذلك لتقديم التغذية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، وبعض النصائح الطبية لمرضى السكر الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض المزمنة غير المعدية، إنهم شلون يصومون في شهر رمضان دون أن يأخذوا علاجهم بطريقة الصحيحة. والحمد لله كانت مشاركة جيدة وفعالة من الجمهور اللي استجابوا لكثير من هذه النصائح، وشكرا.